مركب الموت، خبر غرق مفجع لمركب بيحمل 160 مهاجر من سوريا ولبنان وفلسطين، وتبين لاحقا في عدد من الضحايا غرقوا بسبب عدم لبسهم لسترة نجاة. لهيك أي مسافر بالبحر لازم يلبس سترة نجاة من نوع سولاس، وسولاس هي مجموعة من المعايير الدولية للسلامة البحرية تم إنشاءها داخل المنظمة البحرية الدولية وإصدارها بعد كارثة غرق سفينة التايتانيك. بس هيدي السترة شو بتعمل بالضبط؟ بعد حدوث الغرق بثلاث ثواني بتقلب الغريق على ظهره مع ميلان 40 درجة ليقدر يتنفس بسهولة، وكمان بتخلي الرقبة فوق سطح البحر لتمنع ملامسة الشريان الرئيسي للمياه وتحافظ على درجة حرارة الجسم لأطول فترة ممكنة. الله يرحم كل الضحايا اللي راحت بهذا المركب ويصبر الأهل والمحبين. بتمنى من الكل يشارك هذا الفيديو مع الناس اللي بتعرفوهم بيسافروا بالبحر.